طيب من كام يوم كده في بعض المنصات او في منصه يعني قررت ان هي تسال الناس على تويتر وتسالهم كده على تويتر ايه الحاجات اللي انتوا كنتوا فاكرينها وانتوا صغيرين ولما كبرتوا اكتشفتوا ان هي خيال علمي بالنسبه لكم او انتوا بس اللي كنتوا فاكرين الحاجات دي. فكل واحد بدا ان هو يبدع وبدات الاجابات يعني تتجمع كده لاغرب الاجابات اللي جت على السؤال ده. تعالوا اقول لكم كده مجموعه بقى من الاجابات والحاجات اللي احنا واحنا صغيرين ممكن كنا فاكرين ان هي حقيقيه. وقلنا كده حاجه في بدايه الحلقه من شويه لما اتكلمنا ان الناس كانت فاكره او احنا صغيرين ممكن يبقى في بعضنا فاكر ان القمر كان بيتمشى معانا لما كنا راكب بقى مواصلات هو بيتحرك معاك مثلا مع نفس العربيه اللي انت راكبها. كمان في بعض الناس كانت فاكره او الاجابات مثلا كانت ان هم بيجيبوا مجموعه من العصافير كتيره جدا جدا يقطعوا لسانهم علشان يعملوا كيس واحد لسان عصفور. ماشي ركز بقى معايا عشان ايه الخيال هيزيد اكتر واكتر. وزي ما قلنا برضو دي من شويه انه في ناس كانت فاكره مثلا لو كانت بذره بالغلط مع الفاكهه اللي هي بتاكلها ان ده هيعمل هيكبر شجره في بطنهم مثلا, عارف اللي هو الزرعه اللي جايه جوه بطنك بقى. في كمان ده ممكن معظمنا كان فاكر ان الممثلين في التلفزيون غير يعني ان هم بيتفرجوا علينا زي ما احنا بنتفرج عليهم يعني, فاهم هو شايفك وانت بتعمل كل حاجه وانت قاعد بتتابع مثلا مسلسل معين او فيلم معين. في ناس كمان كانت فاكره ان الدنيا زمان كانت ابيض واسود زي الافلام بعد كده اتلونت يعني, فاهم يعني وانت صغير فاهم ان هو ده يعني الالوان كانت زمان ابيض واسود لكن الموضوع بعد كده اختلف تماما. في برضو بعض الناس جو ده على الاكل بقى فاكرين بقى الاكلات بقى بشكل مختلف ان الحمام كان اصلا يعني هو بينزل محشي رز ومستوي عادي تلاقي عليه كده الموضوع خلصان. برضو بعض الاجابات اللي جات على السؤال ده ان الناس كانت فاكره ان هم بيروحوا يجيبوا الفلوس من البنك عادي, انت تروح البنك تقول لو سمحت يا عم انا عايز فلوس, طب اوكي خد الفلوس بس انما دي بتاعت مين مش مهم. في كمان كان الخيالات بقى وصلت للسحاب وان السحاب ده زي الكوتون كاندي او يعني غزل البنات بقى وانه ان الناس عايزه تاكلها يعني انه في وقت من الاوقات السحاب ده هو هيتاكل عادي. بعض الاجابات برضو كانت على اماكن دول ان في ناس كانت فاكره ان كندا في اوروبا لاسباب غير مفهوم عادي حد كان مقتنع بالموضوع ده. لو طلعنا بقى بره كوكب الارض خالص ورحنا للفضاء ففي حد كان فاكر ان الفضاء عباره عن ارض فاضيه خالص جدا ومكتوب عليها ارض فضاء وقاعدين واحد كائن فضائي قاعد بيحرسها بس ده تمام بقى ده كده راح بقى خلاص مننا. في كمان ان حد كان فاكر بقى الاعلانات اللي بتيجي في الفواصل مثلا ما بين المسلسلات او البرامج ان هي كل مره بيجيبوا نفس الناس يعملوا الاعلان تاني ان هي لايف يعني مش متسجله ومتصوره مره واحده وخلاص بقى هنرجع تتزاع مثلا مره كمان. حاجات كتيره جدا بقى من الافكار دي وحاجات من ممكن تلاقي افكار تانيه عندنا كنا فاكرينها واحنا صغيرين ان هي موجوده عادي ولما كبرت اكتشفت انه ايه ده انا ليه كنت بفكر كده ايه اللي حصل يا جماعه ما كنتوا تلحقوني من وانا صغير.